يوم جديد وأمل جديد وأخبار جديدة مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للسابع من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: أمر ملكي بتعيين صباح الدوسري عضوا في مجلس الشورى. إحصائيات وزارة الصحة تؤكد على الإقبال الكبير على خدمة الاستشارات الطبية عن بعد. أما صحيفة البلاد فقد عنونت لهذا اليوم: وزير المالية: الحزمة جنبت الاقتصاد من أزمة غير متوقعة. ومع صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحاتها: نواب يطالبون بمحاسبة المتسببين في زيادة إصابات فيروس كورونا. 2208 مصابين بفيروس كورونا في 4 أيام فقط نتيجة المخالطة. ومن الصفحة الأولى لصحيفة الأيام نقرأ: تراجع طفيف في أعداد السجلات التجارية، خطة لتنظيم التجارة الإلكترونية. مع اقتراب انعقاد منتدى رؤى البحرين، رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح، والذي يعقد سنويا بتنظيم من ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، خط الكاتب أسامة الماجد مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان: دور قيادي لسمو رئيس الوزراء في عملية التنمية في الحياة الدولية. فإلى المقال. لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه إسهامات فعلية وإيجابية لا مثيل لها في الحياة الدولية، لا سيما في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية والانطلاقة نحو المستقبل ورخاء الشعوب. يأتي منتدى رؤى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح تحت شعار أهداف التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 كدليل قاطع على التقدير الدولي لسموه حفظه الله والمكانة الرفيعة التي يحظى بها ودوره الطليعي الكبير الذي يقوم به سموه في عملية التنمية المستدامة وصناعة القيادات. يعد المنتدى خطوة نوعية للسير بثبات نحو عصر جديد للبشرية وتطورها وقفزها إلى الأمام. فرؤى وتوجيهات سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه هي النافذة التي يطل منها العالم على الإبداع والسباق إلى المراتب الأولى. وحول تجربة مملكة البحرين بدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، نشر صحيفة البلاد مقالا للكاتب محمد الحلي والذي جاء بعنوان: ومضات من التعليم في المملكة ومدارس الدمج. فإلى أبعاد هذا المقال. شكلت تجربة البحرين بدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة كطلاب الصعوبات والتوحد في مدارس الدمج نموذجا يحتذى به من الدول الشقيقة التي استنسخت التجربة، حيث شكلت مدارس الدمج في المملكة مصدرا مهما لتخريج نماذج مشرفة تمتلك التميز والإبداع. جاءت تجربة دمج طلاب التوحد في صفوف الدمج بنتائج عالية من خلال المساهمة في تجاوز حالة الانعزال والوحدة وتكوين العديد من الصداقات وامتلاك الطلاب القدرة على إيصال آرائهم وأفكارهم. قرار حكيم من سمو ولي العهد ومناشدة لشركات الاتصالات، عنوان مقال للكاتب هشام الزياني قامت بنشره صحيفة أخبار الخليج. فإلى المقال. في ظل هذه الأوضاع العالمية المتقلبة وغير المستقرة بسبب تأرجح وتباين الأوضاع بالنسبة لإصابات مرض كورونا صعودا وهبوطا
في ظل هذه الأوضاع يحسب للبحرين أن القرارات المتعلقة بتطورات الجائحة دائما ما تكون متفاعلة وتخضع لمراجعة باستمرار عطفا على أي تطور يحدث. هذا الأمر يحسب للحكومة الموقرة واللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد حفظه الله ورعاه، فقد أصدر سمو ولي العهد قرارا بتأجيل الدراسة بالمدارس الحكومية مدة أسبوعين عطفا على زيادة أعداد الإصابات التي حدثت مؤخرا. إن تأجيل عودة الطلبة ينبغي أن يجعل وزارة التربية والتعليم تعد الأرضية المناسبة لعودة الطلبة بشكل أفضل، وأن تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بتطوير وتهيئة الشبكات الإلكترونية حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى الشبكة بشكل سلس ومن دون انقطاعات أو تأخير. أوضحت صحيفة أخبار الخليج أن وزارة الصحة كشفت في إحصائيات عن الإقبال الكبير على خدمة الاستشارات الطبية عن بعد بتقنيات الاتصال الصوتي والمرئي من قبل مختلف الفئات العمرية. هذا وكتبت هالة كمال الدين مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان كورونيات، فإلى صدور هذا المقال. تقدم عدد من النواب باقتراح برلماني يطالب الحكومة بتخصيص علاوة خطر عدوى للكادر الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية عند قيامهم بالفحص والعلاج. هذا الاقتراح رغم أنه جاء متأخرا فإنه في محله وبحاجة إلى تطبيقه على أرض الواقع وفي أسرع وقت، فهؤلاء بالفعل يعرضون حياتهم للخطر في كل لحظة يؤدون فيها واجبهم. أظهر تقرير رسمي صادر عن المركز الإحصائي لدول الخليج العربية بشأن تأثير جائحة كورونا على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية أن تحقيق الهدف الثالث للتنمية المستدامة المرتبطة بالصحة الجيدة والرفاه تأثر بنسبة 100%، وأن نسبة التأثير على التعليم الجيد بلغت 50%. إلى أبرز ما جاء في صحيفة الأيام، حيث نطالع منها أن المهندس عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجه بإعادة تشغيل سوق المالكية لخدمة المنطقة والمناطق المجاورة من خلال تنظيف وتهيئة الموقع مجدداً واستمرار عمليات التفتيش والرقابة من أجل توفير الاحتياجات الخدمية لأهالي المنطقة. نقلت صحيفة الأيام أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني كشف أن رفع نتائج وتوصيات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية لمجلس الوزراء ستكون قبل نهاية العام، لافتا أن الخطة ستكون لها شأن كبير في تنظيم عملية التجارة الإلكترونية وحفظ حقوق البائعين والمشترين. صحيفة الوطن نطالع أن أعضاء في مجلس النواب طالبوا بمحاسبة المتسببين في زيادة الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن زيادة حالات الإصابة بهذا الفيروس خلال الفترة الماضية أمر متوقع نتيجة الاستهتار وعدم الإحساس بالمسؤولية المجتمعية. ومن الصفحة الاقتصادية لصحيفة الوطن نطالع أن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم كشف أن إجمالي مبلغ إعفاء البنوك من اقتطاع القروض خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 200 مليون دينار، مؤكداً أنه تم التوافق مع الحكومة على إيجاد آلية جديدة لإعادة جدولة القروض أو زيادة فترات السداد للمقترضين المتعثرين والمتأثرين بتبعات الجائحة بالتعاون مع المصرف المركزي.
لافتت صحيفة الوطن أن مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة أشار إلى أن مجموعة مخالفات عدم لبس كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية التي رصدتها شرطة المديريات في محافظات مملكة البحرين منذ تطبيق القرار بلغ 23,729 مخالفة. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وفي أمان الله.